بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في 21 من شهر جوان 2019. بسم الله على بركة الله. الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله. دائما مع نفس الطريقة في الصباح الباكر، وكما تلاحظون دائما كلما نزعت الفاصل بين الذكر والأنثى يتم التلقيح. لماذا؟ إنسان صبور حتى ألاحظ أن الأنثى تقوم بوضعية التزاوج، بعدها تسهل العملية، يعني لا تتعب أبدا. وأتمنى أن هذا الفيديو أعجبكم.